الميليشيات الأخرى. عثرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية على وثائق أظهرت أن العديد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بدأوا يتهربون من القتال في صفوف التنظيم ويلجؤون إلى حيل مختلفة للتخلي عنه كالتمارد وادعاء الرغبة في تنفيذ عمليات انتحارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب وزير دفاعه بالإسراع في وضع خطة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وطلب منه البحث عن حلفاء جدد لضمهم إلى التحالف الذي تقوده بلاده ضد التنظيم. ووقع ترامب مذكرة موجهة لوزارة الدفاع طلب فيها أن تكون الخطة جاهزة لعرضها عليه في غضون 30 يوما. ونصت أحد بنود المذكرة على وجوب أن تتضمن الخطة إيجاد شركاء جدد لإدخالهم في التحالف. دكتور مختار، سؤالي مباشرة، برأيك ما الذي يقصدهم ترامب أو من الذين يقصدهم ترامب بالحلفاء الجدد؟ شوفي، هو أولا ترامب ترامب ما قصدش حد معين بعينه، لكن ترامب طلب من الجهات المختصة أن تحدد من هم الشركاء الجدد اللي من الممكن أن يقوموا بدور مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة ما يسمى بداعش. خلينا نذكر السادة المشاهدين بشيء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوريدي بتقود تحالف دولي لمحاربة ما يسمى بداعش، موجود فيه 5 دول عربية بجانب أكثر من 55 دولة على نطاق الإقليم ونطاق الدولي. وإنه تحدث جنرال أمريكي شهير هو الجنرال وارن بأن تكلفة الطلعات الجوية بس اللي بتطلع لمحاربة ما يسمى بداعش في العراق وسوريا بتتكلف 11 مليون دولار كل يوم كل صباح، طبعا بتتكفلها العالم العربي وبتتكفلها العراق. هل هنا ترامب أتى في ظل الحظر اللي بناه على كثير جدا من المواطنين أو رعايا 7 دول من خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، منهم 6 عربية على فكرة، غرابة هذا الأمر، بجانب دولة أخرى وهي إيران؟ هل القرارات المرتبطة ب يعني مناطق آمنة داخل سوريا ومناطق آمنة في الدول المجاورة بسوريا في هناك مغازي أخرى وأمور أخرى ترامب في طي الحديث فيها أو في طي يعني بلورتها على أرض الواقع؟ ربما. هل مسألة ضم حلفاء جدد كتكون روسيا أحد هؤلاء الحلفاء المهمين بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، مش لأنهم في توافق تم بينهم؟ لا، لأن بينهم مصلحة واحدة وهي محاربة ما يسمى بداعش، برغم أن أغراض كلا الطرفين داخل مناطق صراع مختلف. قد تكون مصر من احدى دول التحالف المهمه، هي موجوده الان بس قد يكون لها دور اكبر في المستقبل، بجانب دول اخرى قد يسعى ترامب لضمها. السؤال الملح انه هل هذا التحالف بمثل ما يحلم به ترامب هل يستطيع ان ينهي ما يسمى بداعش داخل هذه الدول، او هل يستطيع ان ينهي هذا التسليح لهذه الميليشيات المنتشره على الارض؟ راي كثير جدا من الخبراء يقول بانه ما لم تسوى الصراعات السياسيه وما لم تهدأ الصراعات السياسية الموجود داخل الدولة، وانك انت تتحدثي عن كيان واحد داخل الدولة ممثل في سلطة رئاسة وممثل في سلطة برلمان وممثل في حكومة واحدة بعيدا عن اي حالة من حالات الصراع السياسي، صعب جدا انك انت تنهي ما يسمى بالميليشيات المسلحة الموجودة على الارض. بالمجمل كده احنا نتمنى للولايات المتحدة الامريكية ان تنجح في محاربتها لما يسمى بداعش، ونتمنى اكبر عليها ان تكون راعية مهمة جدا لتسوية الصراعات السياسية الموجودة داخل الدول، ونتمنى عليها أيضا وهي في ظل عهد ترامب أن تكون أكثر إنصافا للقضية الفلسطينية وأن تكون أكثر إنصافا لهذه القضية التي عفى عليها الزمن وانتهت دبلوماسيا، وأن نرى ترامب له حركة على أرض الواقع تستطيع من خلاله أن يجمع تحالف بقى لحل القضية الفلسطينية أو يجمع تحالف لحل القضية العربية بدل من استنزافها أو استقطابها أو نهب ثرواتها أو احتلال أرضها.